تخيل كده معايا وانت قاعد في بيتك على الكنبة ومريح وبدون ما تتحرك بدون ما تتكلم، هتكفيك بس إشارة عصبية جوه مخك تقول افتح التلفزيون يتفتح التلفزيون. ايه ده؟ ده بجد؟ عارف انت افتح يا سمسم؟ او سمسم نفسه بقى موجود جوه مخك وبيفهمك بمجرد ما تفكر ومن غير ما تتكلم. لا ومش بس التلفزيون، حضرتك هتتحكم في كل حاجة في بيتك وبره بيتك. هتقدر تتحكم في الكمبيوتر، في الموبايل، في التكييف، في التلاجة، في العربية، وفي كل حاجة انت بتملكها تقريبا. هيبقى في تواصل الكتروني كده ما بينك وبين كل حاجة حواليك، كله بالإشارات. طيب أديك التقيلة، هتتواصل مع البشر من غير ما تمسك التليفون، لأن التليفون نفسه هيكون جوه عقلك. فيلم أجنبي صح؟ شايف بقى الخيال العلمي ده؟ تخيل إنه بقى حقيقة. إيلون ماسك عمل مؤتمر صحفي من فترة وأعلن عن شريحة نيورالينك، وعايز أقولك إن الشريحة دي هتغير مستقبل البشرية بشكل مخيف. بس قبل ما أكلمك على الشريحة خليني أعرفك مين هو إيلون ماسك في السريع كده. إيلون ماسك يا صديقي العزيز في خلال ال5 سنين الأخيرة بس قدر إنه يحط اسمه ضمن المؤثرين على مستوى العالم غصب عن أي حد. بيقدر يغير البورصة العالمية بكلمة ويغير اقتصاد دول وأسعار العملات الرقمية بتويتر. هديك مثال بسيط على الموضوع ده هيبين لك قد إيه إيلون ماسك بيقدر يغير حياة بشر بكلمتين. هو مش ساحر بس هو مؤثر بصورة كبيرة. أما واتساب نزلت التحديث الجديد بتاع اختراق الخصوصية الدنيا اتقلبت في العالم كله. بعدها بيوم إيلون ماسك كتب تويتة قلبت الدنيا. كتب في التويتة دي سيجنال، بس كده، هي كلمة واحدة سيجنال. ايه تأثير التويتة دي بقى؟ يعني ايه سيجنال؟ مش فاهم. يعني التويتة دي خلت شخص عادي ويمكن أقل من العادي بشوية هو والتيم اللي حواليه يملكوا ملايين بعدها بساعات. في شركة مغمورة جدا اسمها سيجنال أدفانس. أول لما إيلون ماسك كتب كلمة سيجنال دخلوا رجال المال والأعمال حوالين العالم كله اشتروا سهم الشركة دي بغزارة، وارتفع سعر السهم بنسبة 600% في خلال 7 أيام فقط، والرجل المحظوظ صاحب الشركة بقى مليونير. انت متخيل؟ وإيلون أصلا كان قصده ينصح الناس باستخدام تطبيق سيجنال كبديل لتطبيق واتساب. تخيل انت لو إيلون حبيبي كده كتب في تويتر كريم العدوي. ياه انا شكل حياتي هيتغير بصراحة يا صديقي. احتمال اتغير عليك واشوف نفسي، ما انا هعدي بقى بدل ما كل حلقة عمال اقول لك ادينا لايك وكومنت واشتراك. شكرا يا عم، قناتي هتوصل لها 5-6 مليون مشترك كده في 7 ايام. الشاهد من الموضوع بقى ان إيلون بقى فعلا التويتة منه بتسوى ملايين الدولارات. فعايز اقول لك ان إيلون ابتدى من مفيش، لا مفيش بمعنى مفيش، ولكن هو شخص غير عادي، دماغه جبارة. وهو صغير دي اللي هو كان 12 سنة كان بيحب يحضر الحفلات اللي فيها رجال الأعمال الكبار ويعرض عليهم بعض من تجاربه واختراعاته البسيطة، وكان بيقدر ياخد منهم دعم مادي. روبرت داوني جونيور بطل سلسلة مارفلز وبطل ايرون مان قبل ما يعمل الأفلام دي، ودي معلومة يمكن الناس قليلة اللي تعرفها، راح قابل إيلون ماسك عشان يتقمص الشخصية. لا لحظة بس، شخصية مين؟ ايوه إيلون ماسك هو إيرون مان الحقيقي، وهو اللي اتعملت عليه شخصية إيرون مان أو توني ستارك في الفيلم. إيلون ماسك هو توني ستارك، وعايز أقولك إن اسم إيلون في الوسط التكنولوجي هو ترو إيرون مان، الرجل الفولاذي الحقيقي. ثروة إيلون ماسك دلوقتي حالا تقدر ب 153 مليار دولار طبقا لآخر إحصائيات. عايز أقولك معلومة بقى، أنا كتبت الحلقة دي من 5 شهور تقريبا، وما جيت بعمل لها مراجعة من أيام براجع السكريبت بتاعها، اللي كان مكتوب ساعتها من 5 شهور ان ثروة إيلون ماسك 85 مليار دولار. اما جيت عملت مراجعة لقيت امبارح ثروته واصلة للرقم ده، يعني ثروته اتضاعفت في خلال 4 شهور. انت متخيل؟ طبعا اكيد هو ما يجيش جنب حاجة، انا صارف ومكلف كاميرا وابل ووتش وايفون 5. لا انا في الشياكة اهين قرش عادي. إيلون اتولد في جنوب افريقيا سنة 1971 بالظبط، مش امريكاني بس معاه الجنسية، ما هم اللي بيهتموا بالموهوبين وبيدوهم الفرصة اللي بتطلع 1000 إيلون ماسك كل سنة. بس برضو هو كان عقلية فريدة من نوعها. إيلون كان بيقرأ كتاب إلى كتابين في اليوم، في اليوم بقى مكتبة متحركة. إيلون مش مجرد بيزنس مان، هو فعلا عقلية رهيبة. ده انا يا راجل بقعد اقرأ الكتاب في 2-3 أسبوع،
ده ما يبقى اصلا عندي وقت فاضي. وعايز اقولك ان طفولته كانت منتهى السوق، تنمر وتفكك اسري، وعاش مع ابوه من غير والدته، قصه كده يعني. ما تفتكرش ان حياته كانت مرفهه وان الراجل ده طلع كان في بقه معلقه ذهب، لا. إيلون ركز على دراسته قوي، وبالذات دراسة الفيزياء. جاله منحة في جامعة بنسلفانيا، ودي من أكبر جامعات أمريكا. ابتدى يشتغل على البرمجيات وشوية تطبيقات ليها علاقة بالإنترنت. إيلون من أول الناس اللي اخترع التطبيق للخرائط، وابتدى برأس مال كام؟ $27,000، وكان واخدهم من أبوه. وعايز أقولك إنه في خلال 5 سنين تقريباً باع التطبيق ده $22 مليون. عارف ساعتها كان عنده كام سنة؟ 21 سنة. من الآخر الراجل ده أسطورة بكل المقاييس، وعشان نحكي على كل حاجة عنه مش هتكفينا 2-3 حلقات، فأنا حبيت أديك الخلاصة. المهم نرجع لموضوعنا الأساسي، شريحة نيورالينك. شكلك نسيت أصلاً إننا كنا بنتكلم عنها، بتاعت التحكم في الأجهزة وإنترنت الأشياء والحركات دي. أيوة افتكرتها. تمام، جميل، مبسوط. يا عم وفي أحلى من كده؟ شريحة هتخليك تتحكم في كل حاجة حواليك. لا بصراحة مفيش أحلى، ولكن في أسوأ. المصيبة والكارثة اللي حضرتك مخدتش بالك منها ان الشريحة دي زي ما هتديلك القدرة على التحكم في الاشياء وتقدر كمان تتواصل معها وتديها اوامر، هي كمان قادرة تتحكم وتاخد منك كل معلوماتك واسرارك، والشركة المصنعة هي اللي هتكون عندها البيانات دي، واكيد زيها زي كل شركات التكنولوجيا التانية هتكون حابة تعرف باي طريقة اسرارك. هم عندهم شغف غير طبيعي لجمع أسرار واختراق خصوصية البشر، ومين عارف ممكن يخلوها هي اللي تتحكم فيك، ومش مجرد بس تاخد منك أسرار وتخترق خصوصية. أول حاجة الشريحة هتركب في دماغك، في المخ نفسه، وده بيكون شكل الشريحة، ومحدش هيكون عارف إنك مركب الشريحة دي أصلا. إيلون ماسك نفسه قال في المؤتمر: أنا ممكن أكون مركب الشريحة دلوقتي ومحدش عارف. الشريحة بتقرأ كل حاجة جوه دماغك، وبتقوم بكل الوظائف اللي انت عايزها والمهام، بتتوقع وتخطط وتحلل المشاكل والعقبات، بتذكرك بالتواريخ والأمور والمهام والمناسبات، يعني مش هتنسى حاجة بعد كده. بس دي أقل حاجة تقدر تعملها الشريحة. على حسب كلام إيلون ماسك، الشريحة دي هتكون قادرة تعالج بعض الأمراض، بالإضافة كمان إنها هتديك مؤشراتك الحيوية زي معدل ضغط الدم، نسبة السكر، معدل النبض، ولو ارتفع منهم أي حاجة أو انخفضت لنسبة مش طبيعية هيبتدي يحذرك، وكمان هيبلغ المقربين منك واللي انت حطتهم في أرقام الطوارئ ويطلب لك الإسعاف لو استدعى الأمر. ما تستبعدش حاجة يا معلم حبيبي، ساعة أبل ووتش اللي أنا لابسها دي تقريباً بتعمل أغلب الحاجات اللي أنا قلتلك عليها دلوقتي، بس بقدر في أي وقت إني أخلعها. في نفس الوقت هي ما تقدرش تتحكم فيها ولا هتكون لازقة فيا طول حياتي زي الشريحة. بس ساعة أبل ووتش وكل التليفونات بتجمع بيانات عن طريق المايك وعن طريق كل مكان بتروحه أو حاجة بتكتبها، زيها زي أي تليفون كلنا شايلينه. وبستعجب جداً بصراحة ان لسه في ناس بتستغرب قوي وتقعد تشير على الفيسبوك وبتاع لما يكون قاعد مع اصحابه بيهري انه مثلا عايز يشتري كاميرا، فيفتح فيسبوك او انستجرام يلاقي اعلانات الكاميرات بالهبل، او لو مثلا قلت انا عايز اسافر اجازة تلاقي عروض السفر من كل الشركات بتبعت لك. فاكر من شوية ما اتكلمنا عن فيلم ايرون مان؟ شفت بطل الفيلم توني ستارك كان بيكلم حد جوه البدلة وفي مكتبه وفي كل حتة بيروحها، الحد ده كان جواه، الحد ده كان بيديله بيانات، بيعمله سيرش عن كل حاجة، بينظم له مواعيده، بيعرفه ايه الطرق السالكة، وبينبهه كمان لو في خطر على حياته، بيبلغه بمعدلات وظائف جسمه الحيوية وحاجات تانية كتير جدا. هي دي نفس فكرة الشريحة، ولكن شريحتنا دلوقتي اعمق بكتير. انت مش هتحتاج تتكلم وتسأل بصوت زي ما كان ايرون مان بيسأل، هي هتقرأ اللي في مخك. إيلون ماسك كمان اتكلم عن ان مكان زرع الشريحة هيسمح ليها بمعالجة امراض كتير زي البصر، السمع، الذاكرة، والمشاكل النفسية والادمان، حتى التوحد، وكمان مشاكل النخاع الشوكي. لذلك ما تستبعدش ان الشريحة دي تكون امر واقع في خلال 2-3 سنين الجايين. هتقولي ما انا مش هركبها، مش هسمح لحد يخترق خصوصيتي. هقولك في اختيارين، في ناس هتبقى مضطرة على تركيبها زي الناس اللي عندها مشاكل وامراض، وبالذات الامراض اللي لغاية دلوقتي ملهاش علاج، فهيبقى مضطر يركبها لانه هيبقى عايز اي حاجة تخلصه من المرض ده. لغاية دلوقتي العالم بكل تطوره الطبي ما وصلش لحل وعلاج لأمراض كتيرة جدا. إيلون قال كمان إن الشريحة هتقدر تحل مشكلة قطع النخاع الشوكي، ودي من المشاكل اللي الطب وقف عاجز قدامها. السيناريو التاني بقى لو هم فعلا قصدين يتحكموا في البشر
وده السيناريو المرجح بالنسبة لي بصراحة. فبتوقع ان الشريحة دي هتوصل للبشر كلهم بدون ما يحسوا وبدون إرادة منهم. وما تسألنيش ازاي من فضلك. إيلون قال كمان انه هيكون في أبديت او تحديث دائم للشريحة. عندك مثلا التحديث الجديد للشريحة اللي بيفكر فيه إيلون، هتقدر من خلاله تلغي اي شعور يألمك زي الشعور بالألم والحزن. انت متخيل احنا بنتكلم في ايه؟ مستوعب يعني؟ طيب خد المعلومة الاخيرة دي، ودي قنبلة الحلقة. انت عارف انك هتقدر تسجل كل ذكرياتك اللي بتعيشها واللي بتشوفها مع حبايبك والمقربين، وكل شيء حواليك بيحصل هيتسجل في ملفات عن طريق الرؤية اللي بتشوفها عينيك. ووقت ما تكون حابب ترجع للاحداث دي تاني، بتطلب من الشريحة تشغلها، وبتكون اكنك عايش جواها وبتشوفها وبتمارسها بشكل طبيعي، بتتفرج عليها كده اكنك بتعيشها من جديد، حاجه كده زي الواقع الافتراضي. مش عارف حد فيكم جرب الواقع الافتراضي ولا لا، بس ده شيء رهيب. دي لوحدها بصراحه ابتكار، يعني فكره فراقك للاشخاص هيبقى شبه مش موجود. خلاص انت هتقدر تعيش وتعيد لحظاتك وحياتك اللي عشتها مع المقربين ليك مرة ومليون. اما يوحشك حد هترجع تعيش معاه تاني، تعيد معاه ذكرياتك تاني. إيلون كمان ذكر ان معدل الامان في الشريحة دي عالي جدا، ومفيش اي حد هيقدر يخترقها. ومن خلال اطلاعي على بعض المقالات اللي بتتكلم عن حاجات زي دي، فكرة إيلون مش فكرة وليدة اللحظة، لا، الموضوع ده اتكلموا عنه من سنة 1998. على مدار السنين كان في دايما افكار من الاثرياء والعلماء من المتحكمين في القرار العالمي انهم دايما نفسهم يتحكموا في البشر، يوجهوهم من غير ما يحسوا انهم بيتوجهوا، يزرع لك من صغرك انتماء، بتحب ايه، بتكره ايه، تنام امتى، تفوق امتى، تدرس ايه، تشتغل ايه. ما هو ده اللي هيخليهم دايما مسيطرين. اقول لك تاكل ايه وتشرب ايه، مش هيبقى عندهم اي منتج فيه اي فرصة للفشل، عشان هو اللي هيوجهك تشتريه وبدون ما انت تحس. انت هيكون احساسك انك محتاج الشيء ده، ده لو الكلام طبعا على مجرد منتجات بس، ولكن انا متأكد ان الموضوع ابعد من كده بكتير. إيلون كمان قال ان هيكون في شرائح خاصة بالقدرات البشرية الخارقة، ودي مش هتتباع لاي حد، دي من خلالها هتكون اقوى من اي وقت فات. هتقدر تشوف بعينيك على مدى بصري بعيد، قوة سمعك هتكون اقوى، وهتشتغل على معدل ذبذبات مختلف، وهتكون اقوى من البشر العاديين، وهتقدر كمان تتحكم في مشاعر زي الحب والخوف والانتماء والسعاده والحزن. هتقدر توقفهم وتشغلهم في الوقت اللي انت عايزه، بس الامكانيات دي حصرا لشريحه السوبر باور، او بالاخص اللي هتتحط في جنود الجيش اللي هم هيصنعوه، ومين عارف ممكن يكون كمان متحكم فيه عن بعد. انت هتبقى انسان آلي متحكم في الاليه والانسانيه في نفس اللحظه. الشريحه تم تصنيعها والموافقه عليها، وتمت تجربتها على الحيوانات، ومتوقع ان يتم تجربتها على البشر في خلال 2021. الاهم طبعا من ده كله، واللي اكيد إيلون نسي يعلن عنه في المؤتمر، انك لازم تشترك في قناة كريم العدوي وتفعل الجرس وتدينا لايك تقديرا منك لمجهوداتنا، وتقول لنا في التعليقات لو الشريحة دي اتعممت للبشر هتركبها وتستفاد منها ولا هتبعد عنها وتخاف. ضروري، انا حابب اسمع رايكم. ما تنساش كمان انك تشوف الحلقات اللي فاتت. كل امنياتي للجميع بالنجاح في الحياه. انا كريم العدوي، الى اللقاء في حلقه جديده.